مرحبا شباب، هذا الفيديو يخص شلون نخلي بلابل الصيد الجديدة تركض بطريقة سريعة. أنا ناشرها قبل شلون ندرب بلبل الصيد الجديد ونخليه يتعلم على القفص وما يخاف من عندنا، بس طريقة مطولة تستمر شهر تقريبا. أما هنا للطريقة بصورة سريعة، وهاي البلابل كلها اللي تشوفوها قبالكم صيد قبل أسبوع فقط، يعني تشوفون الركود مالتهم. انا دا استخدم طريقه وهي خلطه النعناع، انا اللي ناشرها قبل لتهدئه الطيور. هنا انا قبل قايل كل 3 ايام تستخدم او كل اسبوع مره او بين يوم ويوم حسب وحشيه الطير، بس انا هنا ايش دا استخدم هذني الهن يوميه، يعني يوميه المي يتبدل واحط لهن من جديد الخلطه واعيدها وهكذا، يعني ما دا اتركهم بدون خلطه. اثنين، تشوفون البلبل اللي فوق القفص، هذا مخلف اليف او حايل اليف، يعني شعدنا بالبيت بس كون بلبل اليف ما مو ذاك القوه بي، يعني ما يقرا، اريده ساكت حتى بس انذبه فوق القفص يركض البلابل. من راح يشوف انه هذا الاليف واقف فوق قفصن وما يخاف، واحنا نفوت من يمهن ونروح ونجي وهو واقف من يمهن هنا تدريجيا، يجوز اول مره مرتين ثلاثه يخافن، بس بعدها يقومن ما يخافن لان يشوفن هذا البلبل واقف وما يخاف. ثلاثه، تشوفون الاقفاص كلها محطوطه بالقاع، ما عندنا قفص معلقي ولا خالي على علو ولا ابد، يعني يبقى البلبل بالقاع هنا يركض احسن من تطيع علو او الارتفاع، راح ترجع له غريزته وهي الطيران بمكان عالي وتزيد وحشيته، بس من تخليه بالقاع لا، البلبل هنا شلون يتخنس او تقل وحشيته، يعني هالفكره مجرد انه تخليه بالقاع، والافضل انه تخليه من ممر مشي، يعني اي شخص بالبيت من يطب او من يطلع من البيت يفوت من يمهن وهكذا. وهاي التجربة مضمونة وصحيحة 100%، ونتائجها خلال اسبوع او الاقل اسبوع راح تشوف البلبل متغير وراكد كلش، كأنما صيد اكثر من شهر. والاصدقاء كلهم اللي اخذوا من عندي شافوا هاي الوضعية وشافوا البلابل، حتى هنا بهاي الحالة البلبل يفتح اسرع ويطلع لساناته اسرع من غير طريقة. ان شاء الله وصلت المعلومة، وتحياتنا لكم.